جائزة أفضل مطرب عربي بتصويت الجمهور بمجموع أصوات بلغت 840,303 أصوات بالمصري، الفائز محمد حمائي. أنا بقول يعني مهرجان يعني يرتقي إلى المهرجانات العالمية الحقيقة. بشكر الناس على حسن الاستضافة وبتمنى يا رب النجاح دايما، لأن احنا محتاجين الحاجات دي ومحتاجين المهرجانات، محتاجين نوري الناس قد إيه الفن مش شيء مهمش، وقد إيه الفن ليه دور رئيسي في تثقيف الشعوب، ونرسخ الفكرة دي قوي، لأنه احنا اليومين دول في إعادة ترتيب لمفاهيمنا، فأعتقد ده لازم نوضحه بشكل راقي وبشكل يرتقي إلى مستوى الفن يعني.